مالك رضا؟ فرحان؟ بزاف. علاش؟ تا شويه ويعرف. مفاجأة من عيالك. وليدي. غنديروا عرس في تركيا. إن شاء الله قريب. أخباركم؟ جينا على الحوايج ديريكت. جينا الحوايج. جبنا أنا ورجاء جبنا واحد جوج ديال الشنطات رجاء. شوف انا راه كنعاني كتعاني عفتي ابو انا حبيت ما شاء الله ما شاء الله لكن عدياني يوقفوا ضدك صاحبي رجاء رجاء ما كاينهش يلا سيروا شوفوا كامل الاغنيه واعطوني ارائكم وكبركم بزاف هادشي اللي كاين ماذا بيا ما رانيش نحس راسي غيا وبغيتك وانت ماشي معايا ولا فوق ماشي ديالي انا بالاشارات حتى ملي جايه كون مشيت للهند تكون عارف نتواصل معاها رجاء صباح الخير صباح مريضه ما هو ماكش تركي ابو ما تكش مريم اش كتقول هادي والله ما نخرج واش تمنيتي والله الا خرجت لكم اليوم الا كان اليوم ما نخرج علاش اليوم لا حتى راني في وجهي كله كيتجمد ليا فهاد لا هضره تحياتي لكم وكنحماق عليكم على ستوريها ديروا ايدونتيفيوني باش نحطها لكم تحياتي لكم المهم تخيلوا معايا دابا مريم ضاربه الحطه ومساليه هي والراجل ديالها واشنو كانت هازه واحد المضل يلا شيله ورجع تصرك دقبط قلت له نشري لك حبيبه جوج ونقول لكم مساء الخير ونهاركم برو كنتمنى تكونوا بالف خير ثاني حاجه بغيت نقول لكم ميرسي بوكو على ميساجاتكم الزوينين على وتفاعلكم مع الاغنيه كنقول لكم كنحماق عليكم بزاف ومنتظر فيديوهاتكم باش نبوستيها وانا لي الله يلا بين بلا بي شو عمر كتخلص بالميرز هاي الصيف ما مشيتي خارجين بلا بيا ياك ماي فريند انتي يا اختي فكش كلي في العكري واش حنا كذا كون فكش دابا انتي دابا ما بعرفش السب ديال فيك دابا انتي خارجه على وداك باش تهزي داك الامبريلا ودير الامبريلا راه ماشي غنضرب شي تصاور تضربهم ليا الفوتوغراف ديالي اليوم ستي غتصوري ليا ضربي شي غنضرب شي تصاور شو العيس ما عجبوش الحال شويه ايه بويا تصوري فينا رجاء راهي تما عمر شو نديرو لك اختي راه البرد ويلي مريضه هادي والله حتى مريضه قالت لك البرد نسيت المضل اللي عنده باب واحد الله يستر عليه كاينه مريم كاينه عطيني العيبات عطيها مريم سيري يا مريم سيري راه خرجوا فيديو مريم الله يلحشوا الله يلحشوا مروش الله يكبر مروش